التنفيذ المؤجل هو تنفيذ الحكم قبل أن يصبح حائز لقوة الأمر المقضي، فهو يعتبر نفاذ مؤقت للحكم برغم أن الحكم لسه ما زال قابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية. ودلوقتي محتاجين نعرف إيه هي حالات النفاذ المؤجل. عندنا نوعين من الحالات، في حالات نفاذ مؤجل بقوة القانون ودي منصوص عليها في القانون، طالما توفرت يحكم القاضي بنفاذ الحكم مؤجلا، وفي عندنا حالات نفاذ مؤجل قضائية، وهنا الحكم بنفاذها بيرجع لسلطة القاضي التقديرية. أولا التنفيذ المؤجل بقوة القانون، القانون نص على 4 حالات ينفذ فيها الحكم مؤجلا بقوة القانون، وهي الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، الأحكام الصادرة في المواد التجارية، الأحكام الصادرة بأداء بعض النفقات، الأحكام الصادرة في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة لمصلحة طالب التنفيذ. الحالة الأولى الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة، زي الحكم الصادر بطرد مستأجر أو بتعيين حارس، والعلة متمثلة في توافر صفة الاستعجال في تنفيذ الحكم وما تحتملش التأخير، وكمان إنها مش هتصيب المحكوم عليه بضرر طالما تم تنفيذها قبل أن تحوز قوة الأمر المقضي، ويصدر الحكم في القضية المستعجلة مشمول بالنفاذ المعجل بدون حاجة لتقديم كفالة. الحالة الثانية الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، وطبعا لأن المعاملات التجارية بتقوم على السرعة والائتمان، فكان لازم الحكم اللي يصدر فيها يكون مشمول بالنفاذ المعجل، ويشترط الحكم بالنفاذ المعجل في المواد التجارية تقديم كفالة، والكفالة هنا وجوبية يعني بنص القانون، وتخلفها هيؤدي إلى بطلان التنفيذ. والحالة دي بتطبق على كافة الأحكام التجارية عدا الحكم الصادر بشهر الإفلاس، فلا يشترط لتنفيذه معجلا تقديم كفالة. الحالة الثالثة الأحكام الصادرة بأداء بعض النفقات، زي الأحكام الموضوعية الصادرة بالنفقة الواجبة قانونا للأزواج والأقارب، فبيكون مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، والعلة من تنفيذ النوع ده من الأحكام بصفة معجلة هي حاجة المحكوم له للنفقة دي ولتفادي الضرر. الحالة الرابعة الحكم الصادر في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، اعتبر المشرع الحكم الصادر في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة نافذ النفاذ المعجلا بقوة القانون، وهنعرف أكتر عن دعوى الاسترداد لما نتكلم عن منازعات التنفيذ. ثانيا التنفيذ المعجل القضائي، وهو التنفيذ اللي بيستمد قوته التنفيذية من أمر القاضي، والمشرع قسم حالات التنفيذ المعجل القضائي لمجموعتين راعى فيهم اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول ادى للمحكوم له حق التنفيذ المعجل لانه حقه شبه مؤكد. الاعتبار الثاني ادى للمحكوم له حق التنفيذ المعجل لان تاخير تنفيذ حكمه هيترتب عليه ضرر جسيم ليه. بالنسبه للاعتبار الاول تنفيذ معجل لاحتمال تاكيد حق المحكوم له، والمشرع هنا افترض احتمال تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه في الاستئناف، وعلشان في دلائل قويه تخلي احتمال الغائه ضعيفه، والحالات دي وردت على سبيل الحصر، ورمى الكوره في ملعب القاضي وساب له سلطه الامر بالتنفيذ المؤقت لو توفرت حاله من الحالات دي. قبل ما نبدأ في الحالات تعالى نفترض حاجة بسيطة، لو فكرت في يوم انك تبني بيت اول حاجة تفكر فيها انك تبني اساس قوي، وعلشان كده هنرسم الرسمة دي وخلي في بالك اساس البيت والسقف بتاع البيت كمثال افتراضي يعني. فبالنسبة للحالة الاولى لو كان الحكم الصادر المطلوب شموله بالنفاذ المعجل تنفيذا لحكم اخر سابق حائز لقوة الامر المقضي، فالاساس هنا هو الحكم السابق اللي حائز قوة الامر المقضي خلاص، والسقف هنا هو الحكم الجديد اللي هننفذه نفاذ معجل. مثال حكم صادر حائز لقوة الامر المقضي بمسؤولية شخص عن ضرر والزامه بالتعويض، زائد صدور حكم ابتدائي لتحديد مقدار التعويض، او ان يصدر حكم حائز لقوة الامر المقضي بصحة توقيع عقد بيع، و يصدر حكم ابتدائي تسليم الشيء المبيع. هنا الحكم الابتدائي هو اللي يحوز النفاذ المعجل، ففي المثالين دول الحكم الابتدائي قابل للنفاذ المعجل لاستناده لحكم اخر سابق حائز قوه الامر المقضي. الحاله الثانيه لو كان الحكم الصادر المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبني على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، والحكمه هنا ان المحكوم عليه لو كان طعن بالتزوير كنا هنعرف انه معترض على السند، ولكن بعدم طعنه ده يعتبر مقر بكل حاجه في السند. مثال الحكم الابتدائي الصادر تحديد تعويض للمدعي عن الاضرار اللي اصابته مستند لسند رسمي مكتوب فيه اقرار من المدعى عليه بمسؤوليته عن الضرر اللي لحق بيه والتزامه بالتعويض. الحاله الثالثه الحكم الصادر المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبني على اقرار المحكوم عليه بنشاه الالتزام، وطبعا العله هنا هي ان المحكوم عليه اقر بان العقد موجود وانه صحيح وانه ابرمه وهو في كامل قواه العقليه. بالمختصر المفيد الراجل سلم نفسه للمحكوم له، فهنا
مفيش مشكلة في تنفيذ الحكم بشكل معجل، أما لو كان نازع في الالتزام فهنا مش هينفع ينفذ الحكم معجلا، فإما لو كان المحكوم عليه نازع في الالتزام فهنا مش هينفع ينفذ الحكم معجلا المحكوم له. وطبعا بيشترط في الإقرار أنه يكون قضائيا. الحالة الرابعة، أن يكون الحكم الصادر المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبني على سند عرفي لم يجحده أي لم ينكره المحكوم عليه، فهنا أيضا الحكم الصادر علة تنفيذه معجلا المحكوم عليه ما أنكرش وجود السند العرفي وما أنكرش توقيعه وكمان ما أنكرش الالتزام اللي عليه، وده في حد ذاته يعتبر بمثابة إقرار منه ضمني. الحالة الخامسة، لو كان الحكم الصادر لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ الجبري، والحالة دي بتفترض أن الدائن بدأ في إجراءات التنفيذ ومعاه سند تنفيذي، ولكن أثناء التنفيذ حصلت منازعة من المدين في الإجراءات وبسببها وقفت إجراءات التنفيذ لحد ما المحكمة تفصل في المنازعة، فلو صدر الحكم لصالح الدائن طالب التنفيذ يقدر أنه ينفذ الحكم ده بصفة معجلة. ده بالنسبة لحالات الاعتبار الأول، الحالات اللي بيتنفذ فيها الأحكام معجلا لاحتمال تأكيد حق المحكوم له. أما بالنسبة للاعتبار الثاني، تنفيذ معجل لحاجة المحكوم له لحماية تنفيذية عاجلة، وهنا يفترض أن تأخر التنفيذ هيترتب عليه وقوع ضرر جسيم للمحكوم له. نمرة واحد، الأحكام الصادرة بأداء بعض النفقات، ومش مقصود هنا الأحكام الموضوعية بتاعة الأزواج والأقارب، لأن النوع ده مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وكلنا اتكلمنا عليه، ولكن مقصود الأحكام الموضوعية اللي بتصدر بنفقة بيلتزم بيها بعض الأشخاص الآخرين استنادا لمصدر آخر غير القانون زي الاتفاق مثلا أو حكم قضائي. مثلا الأحكام الصادرة في القضايا التعويضة عن حادث أدى لوفاة عائل أسرة أو عجزه عن كسب قوته، على اعتبار أن التعويضات دي ليها صفة النفقة الواجبة. نمرة 2، الأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات، وهي الأحكام الموضوعية الصادرة في دعاوى المطالبة بالأجر أو المرتب المرفوعة من الخدم أو العمال أو الموظفين أو الأجراء أيا كانت طبيعة عملهم، طالما كان الأجر أو المرتب ناشئا عن عقد عمل سواء كان عام أو خاص. والحالة دي مش بتطبق على المعاش والمكافآت والتعويضات والأتعاب المستحقة لأصحاب المهن الحرة. نمرة 3، الأحكام الصادرة باقتضاء الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل، وهنا بنتكلم عن الحكم الصادر في منازعة تخضع لقانون العمل واللي بيرفعها الصبية والتلامذة فتنفذ نفاذا معجلا وبدون كفالة. نمرة 4، الأحكام التي يترتب على تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، فالمشرع هنا علشان ما أوردش حالات النفاذ المعجل على سبيل الحصر فوضع حالة عامة بيلجأ ليها القاضي علشان يؤمر بالنفاذ المعجل لو كان هيترتب على تأخير التنفيذ ده ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. بكده نكون انتهينا من حالات النفاذ المعجل.